مشاهدي الكرام الان على البساط اللاعب تيودورو كانال ضد اللاعب كوستافو فالسيرولي من استراليا. مباراة وزن تحت ال 65 كيلوغرام مستوى الحزام الاسود. حلوة اللاعب تيودورو كانال بالشريط الاخضر. اللاعب الاسترالي الان في وضعية الجلوس يحاول انه يسحب اللاعب كوستافو الى داخل الجارد. كوستافو فالسيرولي عند الآن نقطتين في المقابل اللاعب تيودورو كانال لا شيء. نقطتين للاعب كوستافو فالسيرولي. نقطتين إضافية الآن رصيدة 9 نقاط للاعب كوستافو فالسيرولي من البرازيل أو اللاعب تيودورو كانال من البرازيل. محاولة من تيودورو ينهي المباراة بحركة استسلام. هاي محاولة منه أن يسيطر على الذراع. لكن قدر اللاعب الاسترالي انه يتفادى هاي الحركه. نعم استطاع اللاعب البرازيلي تيودورو كانال انه يعدي من الجارد ويحصل على 4 نقاط اضافيه رصيده الان 16 لا شيء. وضعيه الجثوم على الصدر وضعية الماونتد يحصل فيها على 4 نقاط إضافية رصيدة الآن 16 لا شيء. اللاعب البرازيلي تيودورو كانال نوتش تماهان هاي محاولة من تيودورو ان ينتقل للحركة اللي بعدها. هاي محاولة منه. يحاول يحطه في وضعية المثلث وضعية التريانجل. باقي من المباراة دقيقة وعشرين ثانية.
47 ثانية على نهاية المباراة، محاولة من اللاعب البرازيلي كانال، لكن الحكم يوقف المباراة ويطالب من اللاعبين أن يدخلون إلى البساط، أو أظن انتهت المباراة بفوز اللاعب تيودورو كانال من البرازيل تحت ال 65 كيلوغرام بحركة استسلام في آخر 38 ثانية من زمن المباراة. مبروك للاعب تيودورو كانال من البرازيل تحت ال 65 كيلوغرام، وينتقل إلى المباراة اللي بعدها. المباراة اللي بعدها مشاهدي الكرام مباراة قوية جدا بين لاعبين، بين اللاعب تييغو فرنانديز من البرازيل واللاعب غويليرمي مينديز من عائلة